هاي يا جميلة، شوفوا مين جاء معايا الحين. واخيرا التقينا انا والجميلة اللي احبها واموت عليها كثير كثير. وانا كمان اموت عليها. كم لنا كنا بنلتقي وما التقينا؟ اتوقع كذا 20 مرة. يمكن 20 مرة. ولا وفي شغلي يجمعنا، ودائما انا اقرر انه لا ما اقدر بسافر او انا اسافر، يعني واحد من الاثنين. المهم ان احنا اخيرا وي ميد ات. واخيرا اليوم مجتمعين عشان ايش؟ عشان الاكل. تحدي راح نختار من السيارة اللي قدامنا. هي اللي تحدد اكلنا. ان شاء الله ما يطلبون لحم، وان شاء الله ما يطلبون افعد. ما نبغى. انا اكل كل شيء على فكرة. انا اقدر اكل لحم. يا رب يكون شوي صحي. شوي. لانه الاسبوع اللي فات اكلت كثير. دمرت الاشياء. دمار. اوكي. طبعا هذه تكملة الفيديو، كان البداية عند قناة ميمو. قناتي انا. يا. شوفوا الاكل اللي اكلناه هناك. يامي. والحين كملوا معانا، خلونا نشوف اي مطعم راح ناكل منه بعد. لسه ما قررنا. نحبكم. يلا. الحين خلصنا من الفيديو اللي على قناة ميمي. اكيد كلكم لازم تشوفونه اول بعدين تجون تشوفون هالفيديو. طبعا. عشان تفهمون القصة كاملة عدل. المطعم اوكي حيكون، بس الوجبات اللي بتجينا وش ما نعرف. على حسب الشخص. صح. اللي قبل شوي كان كثير شبعان لدرجه لا كان يحب الاشياء الدسمه، بس ما طلع لا عصير ولا شيء. ما في عصير. يا كيف انه الحراره يعني الجو. المهم الحين الى المطعم. يلا. Would like to order what the last customer ordered. The last customer. The last like people or like a car or someone ordered. We want to have the same order. I don't have to know anything. Yeah. Yeah, just yeah. Give us the order, please. على فكرة سوت كذا. أنا يعني مو فاهمة علينا ليش. Like, مصدومة كذا. Yeah. Yeah. Last order. Don't tell us what the order. Same just, order, yeah. Just the same, big. Same. Please. احس مصدومين. كلهم مصدومين. مش مستوعبين على فكره. شوف وجهه، شوف تعبير وجهها. لا اول ما قلنا لها سويت ايوه. بموت. جننا العالم. هذا ثالث مطعم الحين. غريب انه ما حد مر عليهم نفس فكرتنا. لا احنا اول ناس سوينا الفكره. طبعا اخر ناس. لا مش اول. سابي بين انه اللي قدامنا طلب. طلب من قبل. نوفان بيقول انه طلب. يا الله. من الحساب بين عنده. الحساب. اوكي. قبل شوي كان كثير بسيط. يا. اعطيني. نسيته. او ماي جاد. سوبر اكسايت. على الاقل انه احنا 4 اشخاص. سو اتس فاين. 4 اشخاص ممكن ناكل كل شيء. يا رب يكون اكل حلو. ما توقعنا بناكل كل شيء بس اوكي. الحين ننتظر الاكل بس بوريكم شيء. اساور الصداقه. اوه من اسوارتي. حبيبي حياتي اعطتني اياها. تخيلي بس قلت لها حلوه اعطتني اياها. انا عندي نفسه فراح نكون المره الجايه ان شاء الله راح البس مع بعض انا وياها. ماشي. Don't tell me what the order. Just give me. الا يبغوا يقولوا لنا وش الاوردر. ما نبغى بس تشوفوا الطلب. Yeah. Oh my god. Oh my god. الاكل حق قبيله. راح ناكل احنا. راح نوكل الجيران. راح نوكل. راح نوزع الاكل. او ماي جاد. راح تشوفون كميه الاكل. عائله لان اليوم جمعه بعد. طبعا عائله. والله حرام. والله حرام. لازم نعطيه احد. ايه لازم نعطيه. بنجرب الاكل وبعدين الباقي راح نعطيه. ايه بس اكيد لازم نجرب الاكل. شوفوا اكبر حجم عائلي. سلطات 50 سلطة. لفه. ما يدخل. ايه ده اللي بيحصل ده. هذا اللي طلبته. اوكي. المشكلة انا بعد المطعم مش من المفضل عندي. وبعد كيف الطلب. ايوه والطلب اكثر منه. جيبي فرنش فرايز من دافية اول شيء. يلا. اعطي اللي قدام ياكل. شوف. على ما احنا حتى هذا سبايسي بعد يعني حاطين فوقه. اوكي. خبز على شيء. هذا نفس الشيء بعد. نفس الشيء فرنش فرايز. حاطين يجربون. انا وياك في هذا. يام. او ماي جاد. This is nice. للحين هذا موفقين فيه لذيذ. طلعي ما تشوفون كل شيء حجم عادي. فرنش فرايز. بس هذا ما عادي. يام هذا لذيذ. نفس الشيء كمان. خبز. برجر. او ماي جاد. برجر.
هات البرجر. جيب لي هذا مفتوح. اعطونا شيء نشربه. ليش اعطونا هذا مفتوح؟ نجيب. يبون يشربون قدام كولا بنعطيهم. اوكي. هذا مفتوح شوفي. اعطونا هذا مفتوح. على العدد او شيء زي كذا اتوقع. على العدد اوكي. وفي هنا هذا. في سلطة. يا 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 يا. سلطة. او ماي جاد سلطات الى ما لا نهاية صدق حلوة. الطلب عائلي جد. او ماي جاد. شو الكحل؟ الدجاج. هذا لإلك. هذا اوكي اقدر. هذا اوكي. او ماي جاد. او ماي جاد. يو اكون سبايسي. من انا راح اكل كل هذه الاشياء. اوكي. انا راح اجرب هذا. حتى انا بس بحطه في صحن دقيقة. عندك صحن هني؟ جايبين اقول لك عائلة. اوكي. قاعدين نوزع اكل لاحظتوا من كثر الاكل طلع كثير. لا لازم نوزع الاكل صراحة ما راح نقدر. جد جد جد. ايه بس بنعطي للعمال ولا شيء. في تيشرت. جد لازم نعطيهم حرام. والله شوفوا كم سلطة. او ماي جاد عائلة جد. ما احب هالنوع من السلطة فحد ما اكل صراحة. هنا حطيها وسختك. تيشو ثانك يو كثير قلت لك عشان كذا انا ما احبه. اللي عاجبني انا وميمي باقي لنا كولا كذا صغار اعطيناهم الكولا الكبيرة. حلو الطعم. بتحس انه كثير دسم. انا قاعد اكل بيدي. نعم لانه زمزيت كثير قاعد يزعجني الزيت. الدجاج كله بيدك. ما اعرف بس انا ما بيقولوا في مصر. في مصر شنو في الافلام والمسلسلات؟ فراخ. الفراخ ايوه. انا حبيت اكثر فرنش فرايز العادي مو اللي عليه فريك باوندر. اوكي جايز بموت والله العظيم الاكل كان كثير. انا لازم خلاص بعد ما اكلت اوف انفجار. انفجار وخلاص ما راح اكل يمكن بعد اسبوع. جانا خمول اصلا. الطلب اللي كان قدامنا واضح انهم عائلة لان الاكل كثير. احنا اكلنا وبقى وعطينا اللي بالمحطة هنا اللي يشتغلون لانه ما راح نقدر نكمل لانه ابدا لانه في اشياء جديدة اصلا طالبين من الشيء الواحد ثلاثة. ايه او ماي جاد. همبرجر تشيكن فريش فرايز مشروبات سلطات كولا. المهم شبعنا. انهيار والله مو قادر اتنفس. خلاص بس خليني هنا مجهود. اوكي نعم خذي لك قيلولة شوي. ايه قيلولة. خمس دقايق بين هذا المطعم والمطعم الثاني. احنا قيلولتنا مش خمس دقايق احنا ثلاث ساعات. الحين طبعا بعدين راح نروح. للحلا. يومي يومي يومي. نروح ناخذ سويت بس بنشوف ان شاء الله يكونوا طالبين شيء اللي قبلنا. اتمنى يكونوا طالبين شيء. في شوكليت. الفانيلا او ايس كريم. عشان نغير عن الدسم اللي اكلناه زيت. طبعا جايين هنا كريسب كريم بس لازم ننزل عشان نطلب الجماعه الخير ما يجوا للسياره. الحر الناري. انا احب اكثر شيء الدونات عندهم هذه ان شاء الله. Last order. That someone before us ordered. Yeah. Yes. Nice too. We don't want to know anything about it. Just surprise. الحين هو أنا. ما أنا. Only the last one. The last one. There's the same. Yeah, that's the same thing. Yeah. Same thing. Yes. دخلنا الحين بناخذ طلبنا بنجلس هنا شوي في البراد. ليش ناكل شو؟ عشان ما حد يشاركنا. كل شيء. الحين انا احب الحلا. يا حتى انا احب. ان شاء الله يكون الطلب منها. لا يا تكون هذا الشوكليت اخر شيء احنا بنشتري على الجنب. تخيلوا بس هذا الطلب. ميمي شكلنا رح نتضارب انا وياك. واحد تخيلوا. واحد بكفي لانه السعرات الحراريه اللي اكلنا اليوم. يلا اخر طلب. او ماي جاد كمان شوكليت. دونات اللذاذة. يا
يم يم حلو ولا يا كراميل يا كراميل يامي لذيذ عادي يا سلام زين اتوقع الف سعرات مليون اليوم مليون احلى شيء اليوم هو ماكدونالدز بس افود لكن كلها ما كان ابدا اللي احنا ناكله هاي ممكن ارجع اطلبها مره ثانيه يا صح يا حتى انا بالعاده بس الكلاسيك بس الحين راح اكلها يامي يلا بسم الله بسم الله شوف كل خلاص بموت بعد الاكل اللي قبل شوي الدجاج انا هذا الحين بروح السياره ترى وصلنا نهاية الفيديو استمتعت كثير انا اكثر وجربنا اكل غريب احنا ما نطلع ودسم بنفس الوقت بس نهايتنا كانت لذيذة وحلوة ولطيفة جد استمتعنا كثير في اخر حبة دونات بس اللي قدامنا طالبة واحدة مفروض طلبت ثنتين ثلاثة عشان نتقاسم بس يلا اخر شيء المهم وصلنا نهاية الفيديو انا والجميلة ميمي استمتعت كثير بهالفيديو كثير والله كثير انا كثير. اكثر وان شاء الله كمان المشاهدين والمتابعين يستمتعوا به اذا حبيتوا لايك اذا حبيتوا الفيديو اعطوه لايك ولا تنسون ان هذا الفيديو في له بداية في قناة ميمي لازم تروحون تشوفونه راح احط لكم قناة ميمي تحت اللينك حقها استناكم تروحون تكتبوا لها من قناة نجود جينا عشان نتابع الفيديو الاول ونحبكم كثير ونشوفكم في فيديو الجاي ان شاء الله يس اكيد مع بعض يلا باي باي.